حياكم الله معنا مع هذه الوقفة الحوارية الأولى في هذه الحلقة، والتي يسرنا أن يكون معنا من خلال الأستاذ راشد سعد الهاجري خبير شؤون حماية المسلك، واللي راح يحدثنا عن الغش التجاري وطرق المكافحة. حياك الله معنا. أهلا وسهلا فيكم، شكرا على قبول هذه الدعوة. شكرا لكم. شكرا لكم. سعيدين جدا بتواجدك معنا أستاذ راشد. أكيد راح نتابع هذا الحوار ولكن من بعد هذا التقرير. رحب طبعا الأستاذ راشد الهاجري خبير شؤون حماية المسلك، حياك الله معنا اليوم. موضوعنا موضوع الغش التجاري. نعم. ولكن أبدأ أو شيء بتعريف أو فكرة بقانون حماية المسلك. الحقيقة المشرع لأهمية الغش التجاري وقمع الغش التجاري أوجد هذا المشرع هذا القانون، وذلك لمكافحة هذه الظاهرة التي استشرت مع تطور الاقتصاد اقتصاد في الكويت، فأوجب أن يكون لها رادع بهذه القوانين، وفعلا سنت هذه القوانين وتم تفعيلها وتم الضبط. ونقدر نقول أن حتى سمي القانون بقانون قمع الغش التجاري لأهمية. نعم، القمع يعني القضاء عليه، لأن المكافحة يعني ظل في استمرار، ولكن هي الضربة الأولى حتى أنه ما يطلع مرة ثانية. لا، قد يطلع هو فيه موجود لكن أنت دائما تقمعه. صحيح. اي نعم، لما لا أهمية في أنه في ضرر على النفس وضرر على المال. نعم. طيب يعني القانون يكفي حقوق المستهلكين نقدر نقول لضمان صحتهم وسلامتهم عند اقتنائهم لأي سلعة؟ طبعا هو ما شرع المشرع أوجد هذا لضمان فعلا صحة المستهلك وأمواله وحقه في التقاضي يعني. نعم. أستاذ راشد، يعني بصراحة هل قانون حماية المستهلك الآن ذكرت أنت القمع والمكافحة، القمع من الضربة الأولى. نعم. والمكافحة تستمر. نعم. ولكن هل هذا القانون حد من ظاهرة الغش في الكويت؟ كثير جدا. الآن أنت تتسوق وأنت مقتنع يعني أن الكويت نظيفة، يعني مثلا أنت حتى في المطاعم، يعني إحنا نقول الشيء اللي يأثر على المستثمر أو على الزائر للكويت يرى أن في اطمئنان كبير من ناحية الأكل. يعني أنا وأنت نروح ناكل مطاعم الكويت تجد أن أنت في اطمئنان من هذا الكلام. ليش؟ لأن لما بدأنا في تنفيذ هذا القانون نفذنا بقوة على المطاعم والملاحم وعلى المحلات والمخازن، فنضرب في كل مكان. نضرب بقوة. صاحب السمو الله يحفظه قال طبقوا القانون على الجميع. الشيخ صباح الأحمد الله يحفظه قال طبقوا القانون على الجميع، وهذه نتائجها، أن تطبيق القانون على الجميع وبدون استثناء وبقوة يعطيك نتائج إيجابية. نتائج إيجابية أني أنا أروح مطمئن المطاعم وأكل وأعرف أن اللحمة اللي جايتني هذه نظيفة. ليش؟ لأن الجزار يخاف جدا 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 انه يخطئ او يضل عند اللحمه وبعد انتهى صلاحيتها، لانه يدري انه في مراقبه. نعم. قويه جدا، وبعدين ما في تهاون، وبعدين في العقوبات غليظه على المطاعم والملاحم، واغلاق كذلك. يعني استخدمنا في الاغلاق لحرمانه من مزاولة المهنة لمدة معينة حتى أنه توصل للقاضي، والقاضي بعدين يرى أنه يكمل، ممكن يعطيه شهر إغلاق أو أنه يكتفي بالمدة اللي تم إغلاقها 10-15 يوم. طيب أستاذ راشد، يعني ممكن نقدر نقول بعض الناس يتعرضون للوقوع في غش تجاري. نعم. بس ما يعرفون طريقة تقديم الشكوى، يعني وين ممكن مثلا، شنو هي الطريقة والمكان لتقديم بلاغ ضدهم، ضد هذا الغش التجاري؟ هو الإنسان هنا بالكويت ما شاء الله المستهلك واعي، يعني إحنا نميز المستهلك الكويتي بأنه يختلف عن باقي المستهلك، إنه واعي في السلع وفي أسعارها في مصدرها. ومن بعدين كذلك الجهات الرسمية، مثل الآن هذا المنبر دائما في مقابلات، في توعية لحقوق المستهلك. فالمستهلك من يقع في هذه المشكلة يستطيع أنه هو يتصل 100 و115 وبالتالي 135
وبالتالي يقدم شكوى، أو أي مركز من مراكز وزارة التجارة والصناعة منتشرة بالكويت يقدر يقدمها ويحصل على حق. يعني إذن 135 نعم 135 هذا اتصال مباشر مع الكول سنتر حق وزارة التجارة والصناعة للمخالفات. إلا أن يعني أنا أقول لك أن المستهلك الكويتي واعي جدا بحقه، يعني هذا شيء أسعدنا جدا. وكان في حملة ب 2013 كنت أنا مدير الحملة، مشروع طبعا احنا اوكلناه لاحدى الشركات ونفذت التوعيه على الباصات، يمكن شفتوه على المولات باسواق السمك وفي اماكن في الوزارات عن توعيه المستهلك بحقه والقانون ومدى تطبيقه، فكان مردوده ايجابي جدا في الكويت بالتلفزيون وبالاذاعه. نعم استاذ راشد، من خلال هذا الحديث بس انا بوضح للمشاهد الكريم حتى نضع يعني في الحدث كاملا انواع الغش التجاري ممكن الإنسان يتعرض له، نعم. سواء كان في مطاعم أو غير مطاعم. نعم. كل مكان أنت تدخل فيه في غش، الكنب اللي احنا قاعدين عليه في غش، شلون غش الكنب؟ ممكن يحط لك سفنج اللي ما اتفقت انت وياه عليه، ممكن يحط لك خشب، لازم مكتوبه بالتفاصيل. لا لازم انت تبي انا ليش انا دائما اطلع بالتلفزيون ومعاكم، انا عميل لمساء الخير من التسعينات، فدائما الله يسلمك دائما اقول بالفاتوره لازم تكتب انت ايش تبي، اتفقت انا على الكنب هذا اعطيه المقاسات واعطيه نوع سفنج، اقول له سفنج ابي نوع شركه كذا، درجه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه، أقول درجة أولى لازم أحدد، خشب جديد، لأنه ممكن نحط لك إحنا ضبطنا ناس يحطوا الخشب في الكنب تحت مستعمل، يجيبه من الشارع مستعمل ويحطه ويلبسه بعدين من تحت أنت ما تشوفه، متى تشوفه؟ لما بعدين أنت بتقطه تشوفه هذا كله تعبان أو أنه يتكسر معك، بعدين أنت تروح الدورة ما عندك فاتورة أصلاً، وزارة التجارة ما استقبلك إذا ما عندك فاتورة، يعني في كل شيء أنت تقف فيه أي شيء تفكر فيه هذا الرخام ممكن يعطيك أقل سماكة. حتى الطابوق مال البناء احيانا يصغرونه شوي علشان يستفيد. في كل شيء تفكر فيه، في الاكل في غش، في قطع السيارات في غش، كل شيء فيه. يعني انت تحمي نفسك بالفاتوره، انت تحمي نفسك بالفاتوره، تحمي قبل الفاتوره لازم تحمي نفسك بمعرفتك، لازم تتعلم، لازم تطلع على لازم يكون عندك وعي استهلاكي علشان انت تحمي نفسك واولادك، صحتك وصحه اولادك. يعني احيانا بعض المأكولات ما تنفعك، بعض المأكولات ما تنفعك، يعني انت تشوف حتى بطاقه العبوه يجب ان تدرسها، يعني تطالعها من وين مصدرها، منين جايه، اي دوله. في بعض الدول احنا ما ناكلها، يعني بعض الدول ما ناكلها، بعض الدول احنا نخاف منها، يعني يكون مشهوره تكون إيه بعض الدول مثلا في منتجات امامي بعض هذه الدول تسقي نباتاتها او الفواكه بالتكرموه بالمجاري، صحيح، وبالتلفزيون وباليوتيوب يطلعونه ان احنا نسقي هذه المزروعات بالمجاري، فخليك انت رقي، فانت كيف انت كيف هذه موجوده قدامك تاكلها كيفك. لا فانا اقول يجب ان تعرف شنو تاكل، توكل اولادك. احيانا تروح تشتري دجاج الحي، لا تقول له والله حط لي 10 انا بروح اشتري خضره وارجع لك، او بجيب سمك وبرجع لك، يعطيك واحده اللي خالصه منتهيه يعني خلاص هي على وشك انها تموت، لانك انت سلمت البعض طبعا، وبعدين انت يجي وينظفها لك ويعطيك اياها. احيانا يصير فيها صديد هنا، صديد من الضغط عليها في القفص وصديد تحت الابط، فهي شو يقصها وينظفها ويعطيك اياها. ليش تاكل انت هذه؟ انت وقف وشوفها وحصى من تحت نظيفه، اخذها واكلها اولادي، او توكل لما اكون ضيف عندك او تكون ضيف عندي. يعني السمك نفس الشيء، انت لما تقول له نظف وانت ما عندك خبره لازم تسال. يعني السمكة تشوفها هذه مالت طراد ولا 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 لنج صايرة 5 أيام أو 4 أيام بالبحر، هذه تنطر عشان تروح للسوق، الطراد لا راح البارح وجاء اليوم. يعني هذا فيه فكر استهلاكي يجب أنك أنت تعرف، لازم تتطور، لازم وعندك الحين ما شاء الله وسائل إعلامية التواصل الاجتماعي، هذه ما تخلي شيء، كل شيء تبي موجود تحتك. فالغش منتشر في كل شيء، الأوراق، الكرتون، الكلينكس احيانا يكتب لك 200 حبه 200 ورقه، هل مزدوجه ولا مفرده، هل مقاسها صحيح ولا اصغر، احيانا يصغرونها. احنا ضبطنا واحد مو مزدوجه تكون ضبطنا بقى. واحد رئيس مجلس اداره جمعيه احدى الجمعيات التعاونيه يدخل، وبعدين جاني مكتب تكفى بسعد خلصني انا، قلت له انت قاش الناس، المفروض انت تؤتمن على شغلنا كله بالجمعيه، شلون انت تغش الناس؟ فيعني عفوا الغش يغري كل انسان. يعني من 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 الغش اللي انا ضبطته وكان خطر جدا، احدى الشركات العائليه في الكويت جاني اتصال انه في كذا كذا، قلت يلا، ووكلت احد المراقبين الله يجزاه خير اللي هو مرزوق العتيبي، قلت له تولى الموضوع، هذا تولى وانجز. هذا الشركه
أخذت اللي هو الألارم مال الحريق وراحوا ودوا المطافي وأعطوهم موافقة عليه. هذا راح طلب من مصدر الأجهزة الغير موافق عليها من المطافي، وراح ركبها وين؟ في مستشفيات. فاكتشفنا هذا، دشينا الشركة وصدنا الفواتير والأجهزة هذه كلها. كان إيش يعني ممكن المستشفى يحترق الدور الأرضي والأول والناس ما تدري، أو الدور الأخير والناس ما تدري، لأن ما غير فعال. فهني أحيانا يكون التقليد أو الغش بمثابة قتل عمد. نعم. يعني فعندك مثل سفايف السيارة، إذا يعطيك سفايف مقلدة ممكن تدعم دوس وما توقف، صح شو يصير فيك؟ فأنت لازم تتأذى. أنت تعرف في كل شيء، يعني قول أي مكان أنا أقف، أي مكان أطالع أقول منين، وين غش هالخشية، بكل شيء كل شيء. هذا بخبرة خلاص. حتى النظارات كل شيء حتى النظارات يغشون فيها، حتى الصبغات مال الشعر. مرة اشتكت عندي واحد يقول أنا عند الصالون وسوت صبغة حق بنتها وشعر بنتها رأسها كله احترق. صح. لا. طيب هذه إيش؟ لأن نتيجة أن الصبغة هذه مغشوشة مقلدة. فالتقليد مصيبة كذلك. راحت طبعا قلت لها، قالت لي أرشدني، قلت لها تروحين تسوي إثبات حالة عشان تضمن حقها، وبالتالي المحكمة ممكن تعوضها. نعم. وأنتوا أكيد موجودين أستاذ راشد. طبعاً وزارة من التجارة، ظواهر وزارة الغش، وزارة التجارة تقوم بدورها كامل. نعم. يعني والله نحتاج حلقات في هذا الموضوع. أنا حاضر، ويسعدني أنتوا يعني تستضيفوني لهذا الشيء لخدمة المستهلك. أنا حتى عندي حساب بتويتر ولا تليفوني، أي إنسان إلى الآن يتواصلون معي الناس أنا شنو موقف القانوني من هذا الموضوع، أنا انغشيت في كذا وكذا، في أشياء كثيرة صعبة على الإنسان. وما ننسى الخط الساخن اللي هو 135 هذا على طول راح يعني يشوفون مكانك ووجهونك. نعم. وهم يقصرون يعني. الله يعطيك الصحة والعافية أبو سعيد، ما قصرت إن شاء الله، وراح نكون معك بلقاءات أخرى من هذا الجانب، نتطرق لهذه الجوانب وعملية الحماية الخاصة بالأفراد والمواطنين وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة. فاصل ونواصل من خلال برنامج مساء الخير يا كويت.